رأي أبي أحمد يشرح عن أحوال الأوضاع الراهنة في البلاد لمجلس نواب الشعب. اللواء عبد الرحمن إسماعيل يصرح بأن قوات الدفاع الوطنية حصلت على دعم لوجستي فعال. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، إليكم نشرة الأخبار من التلفزيون الإثيوبي، يقدمها إليكم أفور كيوهانس. ألقت الرئيسة سهلة ورك الزودي كلمة أمام الجمعية الوطنية في جيبوتي، وتحدثت الرئيسة في اجتماع البرلمان عن عمق العلاقات بين البلدين والتي ترتبط بالدم والثقافة والدين واللغة. ودعت الرئيسة سهلة ورك الشعب للعمل معا لاغتنام هذه الفرصة العظيمة للتكامل الاقتصادي. ومن جانبه قال رئيس البرلمان محمد علي حميد أن بلاده ستقف مع أثيوبيا للحفاظ على السلام والازدهار. وحضر الاجتماع أعضاء المجلس والسفير الأثيوبي لدى جيبوتي برهانوس أجاي وممثل السلك الدبلوماسي والمنظمات غير الحكومية وكبار المسؤولين الحكوميين. كما ألقت الرئيسة سهلة ورك الزودي كلمة أمام مؤتمر صحفي مشترك في مقر الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية. وحضر الاجتماع الأمين العام لمنظمة إيجادة الدكتور ورك نهجبيه ووزير خارجية جيبوتي محمد علي يوسف ووزير النقل السيدة داغماويت موغس. عقد مجلس نواب الشعب الأثيوبي يوم أمس الاثنين دورته الاستثنائية الثانية للعام السادس بحضور رئيس الوزراء الأثيوبي الدكتور أبي أحمد. يونس محمد لديه المزيد. የመጣው ማስረጃ መከላከያ ያኔ ብቻ ሳይሆን ዛሬ ብቻ ሳይሆን በሚቀጥሉት 5 እና 10 አመታት መቀየር የሚያስቸግር ነበር وردا على سؤال حول كيفية تنفيذ الهجوم على قيادة الشمال قدم رئيس الوزراء أبي أحمد الإحصائيات التالية إلى مجلس النواب حول عشية التقرير. كانت أيديولوجية بنية قوات الدفاع تهدف إلى حماية أيديولوجية حزب غير دستوري بنسبة 100%، وكانت رتبة فريق أول في الجيش مثلا صاحب 4 نجوم 60% من قومية واحدة، وكان من مختلطي بقية الشعوب الإثيوبية 40% فقط من إجمالي السكان، وكان رتبة فريق بنسبة 50% من مجموعة واحدة، ورتبة اللواء 45% من منطقة واحدة، والعميد 40% من منطقة واحدة، و 58% من رتبة العقيد من منطقة واحدة، المقدم 66% من منطقة واحدة، الرائد 53% من منطقة واحدة، ورتبة جنرال إلى رائد كان النسبة المتوسطة بشكل عام يساوي 55% من تكوين الجيش العام، ومن منطقة وإقليم واحد فقط تم تصميمه لضمان تفوق مجموعة بحيث لا يكون من غير المعقول الحفاظ على تكوين الدفاع، ولكن على الأقل في المستويات الدنيا من الجيش كان من الممكن إنتاج الضباط من مناطق أخرى. كان الرؤساء والنواب الذين حكموا جميع الأوامر في أثيوبيا من نفس المجموعة. في المقابل كان القائد العام للقيادة الشمالية واللوجستيات والإدارة من جبهة تحرير تيغراي، قادت جميع الوحدات الآلية 100% و80% من وحدات المشاة. بصرف النظر عن باقي الضباط، كانت 80% من وزارة الدفاع مملوكة لمجموعة واحدة. حقيقة أنه يجب تمثيل كل منطقة بالعدد الصحيح من الناس، ولكن ليس بالقدر الكافي، وهذا ما جعل في خلق مشكلة التي نواجهها حاليا. وأن بناء الدفاع من منطقة واحدة لن يفيد شعب تيغراي أو البلد بأكمله. مع الأخذ في الاعتبار هذه الحقائق، لم يتم عمل الكثير لتغيير وبناء دفاع مماثل لأثيوبيا، وكما قمنا بالإصلاح من رائد إلى جنرال من 55% إلى 26%، إلا أن لدينا رغبة قوية في أن يكون لنا دور قوي في الدفاع عن منطقة تيغراي، ثم تخفيض من قيادة الجماعة في الدولة بنسبة 100% إلى متوسط
25%. أما بالنسبة للشعوب الجنوبية أكبر رتبة عسكرية تعش التقرير هي رتبة اللواء، وأن إصلاح القيادة الوسطى يتطلب احترافا، ولم يتم إصلاحه كما كان الحال مع كبار القادة العسكريين حتى لا يلحق الضرر الكامل بالبنية الدفاعية، وأن جميع الأسلحة الثقيلة في البلاد كانت في القيادة الشمالية، وعندما أردنا تحريكها قاموا بتحريض الناس مما عرقل مسيرتنا. عامان غير كافيين للتدريب في المستويات الدنيا، مما فتح الثغرات في القوات المسلحة، واحتجنا إلى وقت لتحسين الفجوة الدفاعية بأكملها. أنهى جهاز الخدمة السرية للحرس الجمهوري عمله كجزء من الإصلاح، ومن الآن صاعدا سيكون عضوا من ضمن قوات الدفاع. لقد قمنا بتحديث القوى الجوية بالقوى العاملة والتكنولوجية، وقمنا بتجهيزها بطائرات بدون طيار. بعد كل هذا قامت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي باستخفاف القدرات العسكرية لأثيوبيا، وشنت الهجوم وفتحت النار على المعسكر القيادة الشمالية، مما أجبر الحكومة على إنفاذ القانون ضدها. رد رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد على استفسارات أعضاء مجلس نواب الشعب حول القضايا الراهنة في البلاد. وعقد مجلس النواب الأثيوبي دورته الاستثنائية الثانية للعام السادس بحضور رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد، وأدان أعضاء البرلمان هجوم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على القيادة الشمالية لقوات الدفاع الوطني، وأشادوا بالجهود التي يبذلها الجيش لإنقاذ البلاد من الدمار. وعلاوة على ذلك أشادوا أيضا بالتزام الحكومة بقيادة عملية إنفاذ القانون بفعالية ضد زمرة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. وطالب أعضاء المجلس المجموعة بتصنيف الجبهة على أنها إرهابية، مشيرين إلى أن المذبحة المروعة التي راح ضحاياها الأبرياء في مايكادرا وفي الجلسة أثيرت عدة أسئلة بخصوص إنفاذ القانون الجارية في إقليم تيغراي وتقديم العصابة العسكرية في الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي إلى العدالة، وتوضيح مسألة إنفاذ القانون للمجتمع الدولي من بين الأمور الأخرى. وقال رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد إلى أن حكومته كانت تفضل حل الخلاف سلميا، إلى أن كل المحاولات باتت بالفشل بسبب تعنت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، كما أن الحكومة الفيدرالية دخلت في إنفاذ القانون عقب شن الجبهة هجوما على الجيش في المنطقة الشمالية. إن الحرب التي فتحتها جبهة تحرير تيغراي كانت تصاحبها دعايات إعلامية مغرضة، مما جعل أصدقائنا من المجتمع الدولي يضغطون علينا بالانخراط في المفاوضات. كما يعلم مجلس النواب الموقر، نحن نفضل المفاوضات ونرفض الحرب، وعملنا ألا يحدث ذلك إلى حين قامت فيه الجبهة بالمجازر ضد الجنود الإثيوبيين. أي دولة من دول العالم لا تنخرط في المفاوضات مع جهة شنت هجوما على جيشها الوطني، ولكن المجتمع الدولي طلب منا ذلك لأننا فقراء. نريد أن نقول لأصدقائنا، فإننا نعرف الدبلوماسية جيدا، لأن إثيوبيا من بين الدول التي شاركت في تأسيس الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وشاركت في مهمة حفظ السلام في دول عدة. وأصدقاء إثيوبيا يجب أن يعرفوا أن إثيوبيا دولة عريقة ذات سيادة، تأسست قبل ما تسير دول عدة دولة مستقلة، ونحن رفضنا الاستسلام للقوة الاستعمارية قبل قرن من الزمن. إذا نسيتم هذا يجب التذكير بذلك. قال رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد إن استمرارية تحقيق الهدف وخدمة الوطن الذي تم في البلاد يتطلب جهدا كبيرا من الجميع. جاء ذلك أثناء قيام رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد ساقي الشتلات المزروعة في أجزاء مختلفة من العاصمة أديس أبابا. وقال رئيس الوزراء في بيان نشر في صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن خدمة الوطن يتطلب استكمال المسيرة التي تم بدؤها وإنجاز الخطط الأخرى التي تليها. وذكر الرئيس بأن تاريخ إثيوبيا المذهل يظهر بأنه مهما كانت الظروف، فإن هذا البلد العظيم سيواصل انتصاره في شتى المجالات.
أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية دمك مكنن محادثات هاتفية مع وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك حول الوضع الحالي في البلاد وأطلع نظيره الهولندي على الوضع الراهن في إقليم تيغراي. وأكد دمك مكنن بأن المجلس العسكري الغير قانوني للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي قد ارتكب فظائع في الشمال، مضيفا أنه تم اتخاذ إجراءات إنفاذ القانون في الأسابيع الثلاثة الماضية لحماية النظام الدستوري في البلاد. وأشار إلى أن سلطات إنفاذ القانون قد سيطرت على المنطقة بما في ذلك ماكالي، وأن بعض السكان الفارين من المدن مثل مدينة عدوى بدأوا في العودة إلى حياتهم الطبيعية. كما قال نائب رئيس الوزراء أن العصابات العسكرية في الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي دمرت البنية التحتية في الولاية، وأكد مجددا أن إثيوبيا وهولندا ستعملان على تعزيز العلاقة الثنائية. صرح رئيس قائد القوات اللواء عبد الرحمن إسماعيل للصحفيين بأن قوات الدفاع الوطنية حصلت على دعم لوجستي فعال، وقال اللواء بأنه يجب دعم قوات الدفاع على الوجه الصحيح للقيام بواجباتهم ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. كما قال اللواء عبد الرحمن إنهم قدموا الدعم بدءا من تقديم خدمات المساعدة بالمواد الغذائية للمواطنين وصيانة المعدات والأسلحة ومعالجة المصابين أثناء قيامهم بالخدمة. وذكر الجنرال على وجه الخصوص بأن الجهود المبذولة لنقل القيادات إلى الأماكن المختلفة للقيام بإنفاذ القانون كانت فعالة. وقال أيضا إن الدائرة قدمت أيضا الدعم الكامل من خلال إنشاء مركز لوجستي على الجبهات الثلاثة. وأشاد بأن قسم اللوجستيات نجح في تقديم الدعم الكامل لقوات الدفاع أثناء مواجهتها للعصابات العسكرية في الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. وقال إن دعم الإثيوبيين لقوات الدفاع كان قويا وجبارا وخلق ذلك معنويات كبيرة لدى الجيش. قال المتحدث باسم لجنة الطوارئ السفير رضوان حسين إن بعض الشباب الذين نزحوا إلى السودان كانوا من المتورطين في مذبحة الأبرياء في منطقة مايكدرا. جاء ذلك خلال لقاء أجراه السفير رضوان مع قناة رويترز حول الوضع الحالي في إثيوبيا، وقال إن حوالي 40,000 إثيوبي نزحوا إلى السودان بسبب عملية إنفاذ القانون في ولاية تيغراي. وقال إن معظم الإثيوبيين الذين نزحوا كانت بسبب المذبحة غير المبررة التي راح ضحاياها عدد كبير من الأبرياء. وأشار إلى أنه بالإضافة إلى القوات الخاصة والميليشيات التابعة للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، فإن بعض الأشخاص شاركت في تلك المجزرة. وقال بأن بعض المتورطين في حادثة مايكدرا قد فروا إلى السودان، وأن الحكومة الإثيوبية تعمل بالتنسيق مع السودان لتحديد المتورطين في حادثة مايكدرا. في مقابلة أجراها مدير مكتب تطوير الديمقراطية برتبة الوزير زادك أبرها، صرح بأن الجيش الإثيوبي لم يقتل مدنيا واحدا، مؤكدا أن عملية إنفاذ القانون أجريت بناء على مبدأ سيادة الدولة. وأكد أبرها في مقابلة أجراها مع قناة دوتشيفيلي الألمانية أن المزاعم الكاذبة التي تنشرها الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي ما هي إلا محاولات لجذب انتباه المجتمع الدولي للتدخل في عملية إنفاذ القانون. وقال الوزير ذلك بأن الادعاءات التي تدعى بأن الجبهة تستعد لشن معارك كر وفر على الجيش كاذبة ولا أساس لها من الصحة، ولا يمكن أن تقوم الجبهة بأي عمل عسكري لأسباب عديدة منها عدم وجود دعم شعب تيغراي، وإضافة إلى العمليات الناجحة التي قام بها الجيش الأثيوبي. وأكد الوزير انتهاء العملية العسكرية في الإقليم مشيرا إلى أن كل ما تبقى هو القبض على المجرمين وجلبهم للعدالة. وقال أبرها بأن الحكومة الإثيوبية تنسق مع الحكومة السودانية لإعادة النازحين إلى الوطن. وأضاف بأن الحكومة الإثيوبية تعمل حاليا لإعادة بناء البنية التحتية وتوصيل الطرقات وخطوط الاتصالات التي دمرتها الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي اليائسة.
قالت سفيرة إثيوبيا لدى بلجيكا هروت زمنا إن عملية إنفاذ القانون في إقليم تيغراي هو شأن داخلي. وفي مقابلة مع صحيفة بروكسل تايمز قالت السفيرة هيروت إننا نعتبر العملية مسألة حماية نظامنا الدستوري وسلامة أراضينا. وأضافت في المرحلة الحالية يمكن أن تتعامل حكومتنا مع الوضع والسيطرة عليه بالكامل. وعندما سئلت عما إذا كانت إثيوبيا بحاجة إلى مساعدة إنسانية دولية للتعامل مع تدفق اللاجئين إلى السودان، أجابت أن هذه قضية مهمة لإثيوبيا ويجب التعامل معها بالتعاون مع أصدقاء إثيوبيا. استقبل السفير فوق العادة والمفوض لإثيوبيا لدى الجزائر نبيات جيتاتشو وأجرى مناقشات مع رئيس بعثة المنظمات الدولية للهجرة في الجزائر باولو كابتو ورئيس المشروع فلافيا جورداني حول القضايا المختلفة بما في ذلك دعم المهاجرين الإثيوبيين وإجراءات إنفاذ القانون الجارية في إقليم تيغراي. وبهذه المناسبة أعرب السفير نبيات جيتاتشو عن امتنانه للمنظمة الدولية للهجرة لتسهيل العودة الآمنة للمهاجرين الإثيوبيين الذين هاجروا إلى الجزائر من دول الشرق الأوسط لأسباب مختلفة إلى أوطانهم. وفي إشارة إلى فترة عمله في إثيوبيا كرئيس للبعثة في أديس أبابا، أكد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في الجزائر باولو كابتو من جانبه التزام منظمته بحماية كرامة وأرواح العائدين ومعالجة الإتجار غير المشروع بالبشر. وخلال المناقشة أخبر السفير نبيات جيتاتشو رئيس المنظمة إن عملية إنفاذ القانونية الحكومية ضد العصابة العسكرية في الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تهدف إلى ضمان سيادة القانون في إقليم تيغراي، مضيفا إلى أن الأنشطة جارية لإعادة تأهيل الأشخاص المتأثرين بالعملية. في أجراها القسم العربي في هيئة الإذاعة الأثيوبية مع مجموعة من الشباب الأثيوبي الناشطين في القضايا الوطنية، أبدى الشاب الناشط عبد العزيز عمر عن رأيه في مساهمة الشباب الأثيوبيين في دعم قضية صد النهضة. وعلى موضوع سد النهضة، طبعا الشباب لعبوا دور كبير في التأثير على يعني التأثير الإيجابي فيما يخص سد النهضة. والدور اللي لعبوه كان مثلا مرة ثانية زي ما قال صالح إنه شاركنا في مشاريع وفعاليات، مثلا صورنا فيديوهات فيما يخص سد النهضة، وهذه لعبت دور إنه مثلا توعوي وثقافي، ثقفنا الشعب باللغة العربية سواء كان الشعب الأثيوبي أو كان الأخوة في الدول العربية الخليج. أيوة، فكان فيها تثقيف وفيها توعية أنه كان في يعني منظور خاطئ عن إثيوبيا أو عن المقصد الأثيوبي في الأشياء اللي قاعدة تحصل فيما يخص النهضة. فوضحنا هذه الأمور، ولما سوينا هذا الشيء طبعا حفزنا الشعب انه يوقف مع الدولة. لما سوينا هذا الشيء انه سدنا. ومن جانبه قال الإعلامي الشاب عبد الله الجبرتي عن وحدة الشعب الأثيوبي في مواجهة التحديات التي تواجه البلاد وخاصة في قضية صد النهضة الأثيوبي الكبير. ان موضوع سد النهضة الحمد لله يعني هذا جاء هدية من ربنا، أنا هذا اللي أعتبره، عرفت؟ يعني كل واحد إذا عنده مثلا مشاكل، سواء مشاكل خاصة، مشاكل في الإقليم، مشاكل باللغة، بالدين وزي كذا، جاء المشروع هذا وخلى الشعب كله على يد رجل واحد. يعني كل واحد يعني للحين يمكن في مشاكل في إثيوبيا، يمكن في نزاعات، يمكن بين بعض الأماكن، بس للحين رغم المشاكل اللي قاعد تصير، لين الحين لما تسمع مثلا سد النهضة تحس إن كل واحد صار يعني الشعب صار سد، غير سد النهضة، الشعب صار سد منيع يوقف قدام أي واحد يقدر قدام أي واحد يحاول يعني يغير النظرة هذه. مشاهدينا الكرام، انتهت نشرتنا الأخبارية من التلفزيون الإثيوبي، كنت معكم أفور كيهانيس، وإلى اللقاء.